الفروات هو إتيان الذكور والعياذ بالله، وهو فاحشة قبيحة. قال الله سبحانه وتعالى: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أول ما حدث في قوم لوط لم يكن موجودا من قبل، ولهذا قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حتى الحيوانات لا يكون فيها إتيان الذكور، إنما هذا في بعض بني آدم. ولهذا كانت عقوبة اللواط أشد العقوبات. قد أرسل الله جبريل عليه السلام فنزع بلادهم حتى بلغت عنان السماء، ثم إنه قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من جهنم. الآن بعض الدول فيها إباحة اللواط، يحمونه في قانونهم، يسمونهم المثليين، يعني يأتي مثله، يكفي قبحا تسميتهم له بالمثلي، يعني أنه يأتي مثله والعياذ بالله. فهذه جريمة شنيعة، وأصحابها منبوذون في العالم.